فاهم اللي يحتر منشط اخر. يلا هلا الركبي هلا الركبي هلا الركبي هو يا معلم هلا صراحه يعطيك الصحه يا زوجة. نحييها كل كلمه نحب اقول كلمه تفضل قولوا كلمه ليه نحبكم الكل انا نحب تعطيني مساج بعد اذنك بيجير. انا المره هذه نحب نقول لها شكرا شكرا يعطيك الصحه قداش قعدت في قلوبنا قداش مراه معبره قداش مراه مثقفه للركبي وانت عبد الرزاق شاهد على برشا كلام نقول فيه قداش مراه صنعت نجوم ونجوم مش من ورق التو نجوم تدندن وتجري في الكورسه ونعملوا في الدنيا كله موجودين في العالم كل دونك هلا الركبي نحبوك برشا ونتمناو عودتك على احر من الجمر هذا برافو منظر انصاف خلي سي عبد اللطيف عبد اللطيف انا ما نجم كان نحترمها ونقدرها لاني انا المراه هذيك ساهمت في نجاحي وانت شاري ساهمت في نجاحك اي نعم اي ولي انا بالنسبه صغرون ولي اي صغرون بالنسبه لي انا فما دي سوفنير مع المقدمه المعلم لمين مع الكبير لمين الوالد كان يهزني ونحن صغار وكان كان يعمل ديسكيتش مع هيلا وراهو معناتها هيلا الركبي صعيب برشا باش يدخل انسان في منافسه مع المرحوم نجيب الخطاب في الاعلام وفي التقديم وفي هي كان في منافسه ايجابيه من حيث اعداد البرامج والتقديم وكذا دونك ما نجم نقولوا كان افتقدناك وان شاء الله ترجع لنا في اقرب وقت واضح كارير كاركتير وكاريزما كبيره برشا بلاصتها هاي النقبه قداش بلاصتها غدوه ترجع تفك الاضواء الكل وباي باي انا غصب من الشجره هذيك يا وليد راهو مش حتى هلا الركبي تعتبر مدرسه انت كنت معد معاها انا كنت معد وكنت معاها في برامجها غصب من الشجره هذيك رزوقه خلي الكتي تقول الحقيقه هذوما انا الحقيقه ما تعاملتش معاها ما خدمتش معاها لكن ما تنجم كانت تحترمهم الجيل هذايا لانه كيف ما قال لك صنعوا نجوم انا كي نمشي ونعمل حوار مع كذا مساهر ويقول لي انا كان عندي فضل اني تعديت مع نجيب الخطاب ولا كان علي عن فضل جورج وسوف ايضا اي جورج وسوف باسكال مش علي انك نهارك نحكي انا وياه في الانستغرام قالت لي انا تونس عندها فضل كبير علي في انتشاري عربي يعني الفنانين المذيعين هذوما هلا الركبي نجيب الخطاب لطفي البحري لطفي البحري لانهم حتى حاتم عمارة حاتم بن عمارة هذم كانوا نتعلموا منهم بصراحه نحييهم الكل هما اللي وليد ليلي نبيل بن زكي لكن للاسف برشا من الجيل الجديد ما خذاوش من مدرستهم ومشاو الى مدارس اخرى لكن الناس اللي حكينا عليهم نجيب الخطاب هلا الركبي حاتم بن عمارة لطفي البحري ولطفي البحري هذوما تعلمنا عليهم وتفرجنا فيهم وتأثرنا بما قدموه من تلفزيون وشفت فيه يا عبد الرزاق أنا هلا الركبي خدمت معاها ونعرف اللي المرأة ذيك مدى انضباطها ومدى حرفيتها ومدى جديتها بارك الله فيك وأنا رغم ما عطتنيش فرصة كبرى باش نكون على شاشة التلفزة أنا دخلت للتلفزة بعدها هي وكنت وقت نخدم معاها كنت نترشق أنا معاها صحيح ولكن هي ما انتبهتش ولا ما عطتنيش الفرصة ولكن أعطتني فرصة ما أكبر فرصة ما أكبر تعلم. فرصة ما أكبر أني تعلمت الانضباط وتعلمت الحرفية من هاي تحية ليك هلا ركب وانت برسوك بربي على ذكر الجدية برشا بوسة ليك على ذكر الجدية يلا بطاقتك بطاقتك مع على ذكر الجدية في زافيسا هلا الركبي أعطتني وأنا فرخ صغير غنيت جيريك أرضي وفاء بالعود أضخم منوعة وأنا صغير بعثت ولا هكا قالت لي حلو وغنيها يلا ما تطوليش بطاقتك